ابتكار دواء فعال لمرضى التليف الرئوي. ده كان ابتكار لطلبة من طلبة علوم الفرقة الرابعة في جامعة القاهرة، واحنا بنحييهم قبل ما نرحب بيهم على أدائهم وعلى الفكرة أصلا بتاعت المشروع وعلى الابتكار، وإن هم كمان يعني احنا فرحانين بيهم إن هم دخلوا مسابقة وقدروا إن هم يفوزوا بيها في أبو ظبي. هنعرف كل التفاصيل الخاصة بالمشروع وإزاي قدروا إن هم يحسموا المنافسة لصالحهم. برحب بيهم وبحييهم، ألف ألف مبروك على الفوز وألف مبروك لينا على الابتكار. مريم طه برحب بيكي، رزان رستم، مهرائيل ممدوح، منورين الدنيا وصباحكم زي الفل، وده أحلى عيد بالأخبار الجميلة اللي احنا بنبتديها معاكم. ما شاء الله انتوا يعني منورين باللون الابيض كلكم. ابتدي من اليمين، من بره لجوه كده، مع مريم. تعرفينا بالموضوع وازاي جات لكم الفكره. في الاول بس احب اشكر جدا قناه دي ام سي ان هي بتسلط الضوء ناحيه العلم، لان دي حاجه مهمه جدا في تطور مصر. وفكره المشروع كانت جات لنا من دكتور احمد الحشاش، بروفيسور دكتور احمد الحشاش، هو استاذ دكتور في جامعه تكساس. يعني كان عامل منتدى او حاجه في مركز البحوث حضرناها، وجات لنا الفكره من هناك، وبدانا ان احنا نشتغل اكتر، ندور اكتر عن الابحاث، اخر ابحاث وصلوا لايه، لحد ما وصلنا لفكره ان احنا نعالج مرضى التليف الرئوي مجهول السبب بالخلايا الجذعيه، معاها الميتفورمين. ده دواء سكر، مرضى السكر كلهم في جميع انحاء العالم بيستخدموه. فهو حاجه مش ليها اثار جانبيه فظيعه، فنقدر ان احنا نستخدمها بدون اي مشاكل ان شاء الله. رزان، التست على اللي مريم حكيته لنا ده تم ازاي، وازاي قدرتوا تتطوروا لابتكار؟ اصل طالما حاجه موجوده يبقى هي ما فيهاش ابتكار. انا ضفت ايه في الابتكار؟ احنا الاول لازم نشوف اخر حاجه معموله ايه تبع المرض ده. بالظبط. لقينا ان ما فيش حاجه بتقدر ان هي توقف المرض وتعالج اللي حصل. ما هو التليف اللي حصل ده هيرجع تاني ازاي؟ الخلايا دي طبيعيه. فمن هنا جات لنا فكره ان احنا نستخدم دواء السكر اللي هو جلوكوفاج عادي ميتفورمين الطبيعي، ان هو ده اللي هيوقف المرض، لان هو يعني لمرض السكر، بس ليه ان هو يقدر يوقف التليف. طب والخلايا اللي اوريدي خلاص معموله تليفت بالخلايا الجذعيه، هتعمل خلايا جديده. فالميكس ده احنا عملناه لان اوريدي ده معمول لوحده بس ما كانش افكتيف، وده لوحده، فلما الاثنين اتعاملوا مع بعض ادوا تقريبا 95% كان الحالات بقت احسن بنسبه 95%. مهره ايه ممدوح، بس احنا هنقول مهره عشان نسهل الموضوع على نفسنا. مهره، الابتكار لما يبقى موجود بنبقى سعداء بيه، خاصه لو دخل مسابقه دوليه وفاز، حلو أكيد. جدا، لكن احنا بنبقى عايزين بقى الافكت على طول يوصل للناس، الناس تستفيد بيه. يس. ازاي ان احنا بناخد اجازه دواء؟ احنا عندنا مشكله في الشرق الاوسط ان للاسف لغايه دلوقتي مفيش موافقه ان احنا نستخدم الخلايا الجذعيه في التجارب السريريه على البني ادمين. ادينا السبب. يعني خوف شويه من ان هم ما يدوش ابروفل، يعني ان نشتغل على بني ادمين بسبب الموضوع ده، بيخافوا مثلا عليهم من السايد افكتس. يس. بس برضو لو قارنا بين السايد افكتس بتاعت الخلايا الجذعيه دي والسايد افكتس بتاعت المرض، هلاقي لا، يعني ما فيش مقارنه اصلا. ان انا اعالج الانسان ويعيش كام سنه طبيعي احسن بكتير قوي ما يقعد يعاني من المرض ده. وكمان الخلايا الجذعيه اثبتت فعاليتها في امراض كتير، بس مش مجرد التليف الرئوي، لا، حاجات كتير قوي ممكن تعالجه. فاحنا يعني بنطمح ان في المستقبل ان شاء الله نقدر ان احنا ناخد ابروفل ان احنا نشتغل على الكلينيكال ترايلز بتاعه الخلايا الجذعيه. وده بيقعد قد ايه؟ اللي هي التجارب السريريه. سنين؟ لا، سنين، 10 15 سنه دي اقل حاجه، عشان بعد كده اخد ابروفل ان انا انزل الدواء في السوق، لان في سايد افكتس مش بتبان على طول اكيد. طيب، اي دواء من كلامك وارجع تاني لمريم. مريم، السايد افكتس انتوا حسبتوها بمعدل كام في الميه مقارنه بفوائده؟ مقارنه بفوائده الاثار الجانبيه بتاعه الدواء بتاعنا تعتبر لا تذكر. بس احنا تجربتنا كانت على فئران تجارب، فطبعا هي مش مديانا السايد افكتس اللي احنا نقدر نقول انه هي دي اللي هتحصل بالظبط على بني ادمين. فعشان كده محتاجين الخطوه اللي جايه ان احنا نشتغل على بني ادمين، طبعا بتكون نسبه قليله تبع وزاره الصحه. عايزين ايه تسهل لكم؟
وزارة الصحة. ايه بقى محتاجة؟ عايزين اول خطوة باذن الله ان احنا ننشر ورقة بحثية باللي احنا وصلنا له عشان توصل للعالم كله. وده مش متاح؟ لا متاح. دي حاجة الحمد لله متاحة، واحنا شغالين دلوقتي على الموضوع ده. يعني دي خطوة منه. الحمد لله. الخطوة اللي احنا باذن الله عايزينها بقى تتوفر لنا ان احنا عايزين نسجل الدواء ده براءة اختراع. بعدها نبدا ان احنا نجربه على التجارب السريرية، ده طبعا تبع وزارة الصحة ان هي تدينا موافقة ان احنا نشتغل ده مثلا على مرضى القصر العيني او اي مستشفى مثلا حكوميه او كده، بحيث ان احنا نقدر نطور ده بحيث انه يبقى خلاص دواء للتليف الرئوي اللي هو اصلا مميت. يعني التليف الرئوي ده بيموت في خلال 4 سنين. ايوه. فطبعا دي حاجه، ده غير ان الشخص بيكون مش قادر يعني يتنفس. سريع جدا طبعا. فيعني يا رب. طيب رزان، كلميني شويه على المسابقه والمنافسه فيها، وازاي مشروعكم الابتكاري ده تم ترجيح كفته؟ الحمد لله. احنا المسابقه دي بصراحه بنحضر لها من بدري، وهم في الاول بنبعت زي البروجكت بتاعنا كده يشوفوه الاول، يشوفوا الفكره اصلا دي ينفع تدخل المسابقه يعني تستاهل. فاحنا الحمد لله اجتزنا الحته دي ودخلنا المسابقه، وهي صراحه كانت فيرتشوال يعني كانت اونلاين، ما كانتش كده. اللي هي تبع ابو ظبي، فمش ما عرفناش طبعا نسافر، بس عرفنا ان احنا نعملها فيرتشوال يعني. وكانت على مستوى 77 جامعه، 600 بروجكت يعني على مستوى ميدل ايست وكده. بصراحه كانت فيها شويه رهبه، بس هم اعجبوا جدا جدا الحمد لله يعني بالفكره، وقعدوا يسالونا فيها كتير قوي. ان هي المشاريع اللي قدامكم كانت بتدور في فلك ايه؟ بصراحه في حاجات كانت تبع حاجات تبع فيزياء اكتر وميكانيك، يعني حاجات شويه كانت مجالات تانية، في مجالات تانية وفي حاجات بس ما كانش فيه خالص حاجه شبهنا، ان هي لسه المرض ده بيتسلط عليه قريب من قريب، لان ما كانش حاجه يعني هم حاطين عليها قوي التركيز. طيب حلو قوي النقطه اللي انت اثرتيها مهره. فكره الكورونا في الفتره الاخيره برضو رجحت كفتكم شويه وخلت الاهتمام اكتر، لانه اصلا اللونج كوفيد والكوفيد اللي هو ما بعد الكوفيد اللي الناس بقى بتتكلم عليه دلوقتي، وقال لك 32 مليون حاله دلوقتي في امريكا، هو ده اللي خلى الاهميه للموضوع في وجهه نظرك؟ هو احنا حتى لما حضرنا المؤتمر اللي كان عامله بروفيسور دكتور احمد الحشاش، كان التركيز اكتر على اللونج ديزيز، امراض الرئه، بسبب كورونا، لان كورونا حتى الناس اللي تعافت منها هي سابت اثر كبير قوي في الرئه بتاعت الناس دي. هم ممكن يكونوا تعالجوا وتعافوا، بس للاسف لسه الخلايا بتاعتهم مدمره شويه، فهم عندهم قابليه ان هم يتعرضوا لامراض الرئه الثانيه بسهوله. فعشان كده احنا كنا محتاجين نسلط الضوء على ده، لان ده يعني رزان عندها حاجه عايزه تقول. حاسه بيكي. لا هو فعلا زي ما مهره بتقول، الكورونا هي من اكتر الحاجات اللي خلت موضوع التليف الرئوي بالذات اللي هو مجهول السبب، لان هو مجهول السبب دي حاجه صعبه برضو، لان هي مش مخلينا نعرف ايه السبب الرئيسي اللي ممكن احنا نحط ايدينا عليه عشان خلاص نعالجه من اول مره، دي حاجه مش سهله. بس حتى في ادويه كتير قوي بتعالج الكانسر بتسبب التليف الرئوي يعني، فهو موضوع جاي من كذا ناحيه، فالناس بدات تركز. يعني ده اساسا المرض ده ممكن يبقى سايد افكت لدواء. هو اوريدي احنا اللي احنا عملنا التليف الرئوي بدواء هو بيعالجه بيه كانسر، احنا ده احنا عملنا بيه تليف رئوي. فهو يعني مريم معلش كلميني على الخلايا الجذعيه اكتر، ادينا فكره هو التخوف منها في ايه؟ هي مش دي المفروض حاجه طبيعيه؟ حاجه طبيعيه موجوده في جسمنا كله. احنا جبناها اصلا من تعرف الدراسات كلها دلوقتي، حتى للسيدات اللي مهتمين بالتجميل صح. منتظرين الاجازه، لان دي هتبقى حقن سريع جدا وما فيهوش سايد افكت. دي حقيقه. دي حاجه فعلا طبيعيه جدا، احنا اصلا خدناها عشان نحقنها في الفريم بتاعتنا من حضرتك عارفه شفط الدهون، عمليات شفط الدهون اللي بيطلع منها ده بيكون فيه خلايا جذعيه كتير جدا. فبالفعل هي حاجه في جسمنا، بس هم متخوفين من اي حاجه جديده بتطلع، بيتخوفوا من الاثار الجانبيه. هل الخوف من انفكشن مثلا وحاجات في هذا الاطار ولا حاجه ثانيه؟ هي ميزه الخلايا الجذعيه ليها كذا ميزه، بس التخوف في حته ان هي بتقدر تتكاثر في جسم الانسان. يعني انت بتحقني حبه قد كده بيبقوا قد كده علشان ان هم يعني يعالجوا بيثمر. بالظبط، عشان يعالجوا الخلايا الميته. فهم خايفين ان ده يؤدي الى كانسر، لانه طبعا الكانسر هو وده وارد، ده وارد، بس طبعا في ليميت يعني، لو حقنتي حبه قد كده غير لما تحقني حبه قد كده، والنسبه بتاعت حدوث دي قليله مش كبيره، دي نسبه مش يعني مش طبعا هيحقن ده هيبقى فاهم
اكيد ما ده ممكن يحصل مع اي حاجه زي اللي بيشرب علبه الدواء كلها. لسه هقول لحضرتك اي دواء لو خدناه منه الشريط كله هنروح على المستشفى كلنا. بس هي الفكره انه ناخد بالكم المعقول كل حاجه لما بتزيد عن حد عن حدها بتقلب ضدها. ايوه مهره لو احنا لو تم اجازه العمليات بالخلايا الجذعيه يا رب ده هيبقى ثوره في وجهه نظرك؟ ثوره طبيه؟ طبعا. هيفيدنا في ايه؟ اول حاجه هياثر في الاقتصاد جدا لو احنا في هنا في الميدل ايست زي ما قلت حضرتك في الشرق الاوسط لسه ما فيش ابروفل ان انا اشتغل بده. فلما يكون مصر هي اول دوله تسمح لي ان انا اشتغل بده ويبقى في ادويه موجوده اوريدي في السوق بسبب الحاجات دي فطبعا ثوره اقتصاديه مهوله. رزان هختم معاكي مشروعكم الجاي ايه واحنا نفكر بقى في الابتكار الجاي؟ بصراحه المشروع بتاعنا ده لسه قدامه في حاجات كتير قوي لسه محتاجه تتعامل فيها لان هو فعلا هو بيدينا مساحه ان احنا نجرب فيه بصراحه بشكل كويس. بس احنا الخلايا الجذعيه كده كده الاساس بتاعنا. اي مشروع تاني ممكن نجرب اكيد بالخلايا الجذعيه. وجهي كلمه، وجهي شكر لاي حد انت عايزه توجهي له كلمه دلوقتي سريعا. انا اشكر ناس كتير جدا. اشكر اول حاجه الدكتور بتاعنا الدكتور لا هنختصر واهم ناس زملائي ما احنا معانا برضو زمايلي اللي بيعملوا معانا بقيه المشروع. اشكر التيم بتاعنا اشكرهم كلهم وطبعا اهلي واهلهم اكيد كلهم اهلنا كلنا دعمونا دعمونا جدا بنحييهم بجد. واكيد ورا الانجاز ده بيكون في سهر وتعب وفلوس كتير. دفعتوا كام بسرعه يا مريم؟ احنا الحمد لله جالنا تمويل مادي من أكاديمية البحث العلمي في مصر. جالنا تمويل فيعني الحمد لله بنات جامدين برضه يا جماعه بتفكر. برافو يا مريم، برافو يا رزان، برافو يا مهره، ونورتونا وبنشكركم شكرا جزيلا. ابتكارات احلى شباب واحلى صباح على حضراتكم. وبشكر مريم طه نورتينا يا مريم. بشكر رزان رستم نورتينا يا رزان. الف شكر مهرائيل ممدوح طلاب الفرقه الرابعه مشروع تخرج الفرقه الرابعه كليه علوم جامعه القاهره. دايما رافعين راسنا لفوق بنحيي اساتذتهم بنحيي الاسر اللي وراهم بنحيي الانجاز. شكرا لحضراتكم.